شوف محمد الشهراني ذهب واتى باستطلاع لراي الجماهير حول مباراه المنتخب السعودي امام المنتخب العماني. كيف شفت مباراه المنتخب السعودي مع عمان؟ كيف النتيجه التعادل؟ تشوف انها مرضيه؟ والله بحكم انها في عمان اتوقع انها مرضيه اكيد، يعني المنتخب السعودي يعني يمكن يقدم اداء احسن اذا كان بيلعب في أرضه بين جمهوره. والله النتيجة مين مرضي أكيد، كنا نطمح أن الفوز 3 نقاط، لكن صراحة اللعيبة اللي شفنا في الأرض ميدان خذونا مستواهم، كنا نطمح أفضل، وصراحة اللعيبة ما قدم مستوى إلا لاعب يمكن لاعبين أسامة وساوي وحسن عتيبي بس، أما اللعيبة صراحة لعبوا مباراة عادية ما في أي مستوى وأي روح. كبداية مع المدرب الجديد بداية كويسة، وإن شاء الله قدام أستراليا راح إن شاء توضح الصورة من ناحية المدرب، توضح صورته عند انسجام اللعيبة. والله نتيجة التعادل كان شيء متوقع، المباراة كانت متوقعة يعني من ضم المدرب الجديد في آخر الوقت، هذا شيء متوقع، وإذا كان في خطأ فالخطأ مو من المدرب ولا هم اللعيبة، الخطأ من الاتحاد السعودي. المباراة كانت جدا جميلة والله صراحة، مع المنتخب عمان كان مسيطر نوعا ما، والحمد لله يعني خارج أرضنا استفدنا نقطة، يعني شيء كويس، مدرب جديد ان شاء الله مع استراليا راح يبدع ان شاء الله المدرب الشرقيه ان شاء الله، وان شاء الله من الحاضرين ان شاء الله راح نسادي الاخضر. نتيجه طبعا غير مرضيه، اي سعودي مو براضي يعني تعادل مع عمان، مع احترام الفريق العماني او فريق الخليجي ما حد مو براضي لاي فريق. المنتخب السعودي نزل الملعب اول يعني ما نهابل يمكن لليابان بس، الحين اي فريق يهابل هو اللي يهابل، احنا نهابل الحين، خفنا من عمان، نخاف من قطر، نخاف من الكويت، اخر الهيبه راحت جدا جدا جدا. وبعدين المدرب الله يجزاه خير يتعاقدون معه بالنهايه ولا يلعب اول مباراه تلعبها مع عمان او ثاني مباراه تلعبها مع عمان، وين الفكر الاداري وين الفكر الفني؟ يعني الله يذكرك بالخير يا نواف فيصل، يعني يوم كنت جبت المدرب المفروض انك شبيت عليه انه يلعب اول مباراه، مو بيلعب لي وديه، مو بيجيب لي خلاص يلعب مباراه عمان على طول. يعني وغير كذا في نقطه مهمه في المنتخب، الاعلام ذبح المنتخب من الوريد للوريد. إيه؟ عندك فلان ضموه، نور ضموه، فلان ما ضمونه، ليش حطوا نور؟ ليش حطوا ياسر؟ ليش حطوا الكابتنيه؟ حتى الكابتنيه بدها تدخل فيه. ترى الكابتنيه في اللعب. حطوا ياسر عشان شالوا نور عشان الكابتنيه، جابوا نور عشان فلان، شالوا حسين عبد الغني، شالوا دعية، شالوا مبروك زيد، يعني ذبحونا كل واحد يبي فريقه هو اللي يلعب. النتيجه ما هي مرضيه لا للجمهور ولا للمتابعين الرياضه الوطن العربي اللي يشجعون المنتخب السعودي، مين مرضي ولا يعني مو بالمباراة هذه بالتحديد، يعني من كذا سنة 5 سنوات تقريبا مو مين مرضي النتائج. أبو تركي، آراء الجماهير يعني متفاوتة، لكن في أحدهم الشخص الملتحي تحدث بأنه مشكلة إعلام، كل وسيلة إعلامية تبحث عن فريقها فقط، وهذا اللي أثر على المنتخب وأثر على اللاعبين. أي أيوة والله حقيقي للأسف، والله الغالبية العظمى أصلا يعني ما أدري إيش خلوا المدرب، يبغى لا هذا يبغى اللاعب، وبعدين يدخلون في تفاصيل تثير الشارع على ليش هالكابتنية، ليش عطاها فلان، أكيد أبعده نور عشان يعطوني، طيب جاي ياسر ما صار كابتن، صار حسن عتيبي، يعني قضايا تافهة، يعني في أشياء أكبر المفروض تطرح أكبر من هالمواضيع. أوكي تناقشها مرحلة يعني يوم يومين، لكن كل شهر رمضان ما شاء الله شغلتهم راح فلان وجا فلان. والله بالتأكيد الإعلام في 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 رمضان كل الصحف تقريبا لها مقابلات يومية مع أشخاص، من ضمن هالمقابلات سؤال عن الإعلام. يعني أتمنى أن يتبرع أحد يرصد ماذا أجاب هؤلاء عن الإعلام، يعني في كل جريدة 30 حلقة 6-5 جرائد في 3 يمكن 200 شخص قابلوا معهم إيش قالوا عن الإعلام، ولا واحد قال يعني مدح الإعلام، كلهم يقولون سبب المشكلة الإعلام، الإعلام مجامل، الإعلام كذا، الإعلام كذا، الإعلام كذا، كلهم مشكلة. فبالتالي الإعلام مشكلة، شينا ما بينه هو مشكلة، هو جزء يعني أشوف هو ساهم، يعني ما بقول هو المشكلة، هو مشكلة يعني مشكلة، أنا أقول لك هو في يعني فيه برضو في أصوات عاقلة، طيب في أقلام جيدة، ولكن للأسف الآن العموم فعلا الإعلام أساء أو ساهم في تأخر الرياضة السعودية. تسمح لنا نروح الفاصل ولا نسمع عزيز؟ تفضل. تسمح لنا أبو سليمان؟ نروح الفاصل.